سيداتي سادتي يفسطونا على اللحظة التاريخية هذه. اللحظة التاريخية هذه اسمها بيب 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 بيب, بيب. نحبك أمي, أمنا هذه البلاد, هذه أمنا, أمنا باهي مريضة, احنا نخوة نضيعوا, ما نضيعوش ما نضيعوش. اليوم يلزم نقولوا ما نش باش نضيعوا, اليوم يلزم نقولوا في اللحظة هذه بتاع بيب 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 بيب, باش نخدموا البلاد هذه بقلب ورب, باش نخدموا البلاد هذه كل ما عندنا وين ما كنا, وباش ندافعوا على البلاد هذه, لأنه الكلاكسون هذا زاد مش لينا نحنا, للناس اللي جاية تزور تونس في اللحظة هذه. خليهم يستغربوا المرة هذه بالإيجاب, خليهم يفرحوا يحسوا ملامح الفرحة على البلاد هذه. لحظات تاريخية, نسير جيل كبار صغار, طلبة بطالة, أساتذة, معلمين, طبة, مهندسين, وين ما كنتوا, أمن يعني كل إدارات وزارات حصيروا, أي إنسان يسمع فيه في اللحظة هذه ما تبخلش, أبدأ أنت وبادر لولاني, سواء كنت في السمي, في المترو, في التران, في الكار, في النقل الجماعي, في التاكسي, في اللواج, في كهربتك الخاصة, في كهرباء لوكاسيون, في موتور, على بسكليت, على سقيك, فيديو في اللحظة الحاسمة. دقيقة, أقل من دقيقة تفصلنا على اللحظة الحاسمة, تقريبا نص دقيقة. يا توانسة معاملين عليكم مين ما كنتوا خارج حوض الوطن, شرطوا الفيديوهات وين ما كنتوا. هذه هي اللحظة التاريخية في عيد الحب. ما عناش عيد حب, عنا عيد تونس. اليوم هو عيد تونس 14 جانفي, احنا الكل متحدين لهنا, الناس الكل واقفة لهنا بحول الله باش ننتصروا. كلاكسون تاع فرحة, ونحب فرحة عامة, فيديوهات من العالم الكل. يا توانسة هذه اللحظة تقريبا 30 ثانية تفصلنا على اللحظة, وقت اللي نقول 3 2 1 توب, الناس الكل تزمر. هذه راديو اي اف ام في لحظة عالمية استثنائية, وانا متأكد قسما بالله لا صارت في جميع انحاء العالم. عاونونا لانه اليوم باش ندخلوا للعالمية. 5 ثواني تفصلنا على اللحظات الحاسمة, يا ربي معانا. 3 2 1 توب. تحية تونس.